اسم لا يركع ولا يسجد، وهم كثير وهم كثير، امتلأت بهم البيوت وانتشروا في الطرقات، تراهم في المجمعات وأوقات الصلوات يغدون ويروحون كأن الأمر لا يعنيهم. مقصر في الصلاة يا شيخ. ايه فأجي يا شيخ يا ابن الناس، تعال خلي زي ما أنا أصلي، أصلح في البيت ما أدري إيش يا شيخ والله العظيم. شوفي أم سميرة، هل هو يصلي في البيت؟ لا والله ما يصلي نهائي لا في البيت ولا مرة يا شيخ. وحتى ما يصلي الجمعة بعد؟ اي والله تروح علينا وما قال. حتى في غير رمضان؟ تشيله أيام يا شيخ، أبغى يدوم على الصلاة يا شيخ والله ما يدوم. يعني لا يصلي الصلوات الخمس لا في المسجد ولا في البيت؟ لا. ولا يصليها أيضا في الجمعة؟ قسم آخر هم أيضا كثير، يقدمون ويؤخرون، ينامون ويتكاسلون، يلعبون ويلهون، إن استيقظ من نومه صلى، إن انتهى من لعبه صلى، إن انتهى من أكله وشربه صلى، تناسوا أن الله قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. تناسوا أن الله قال لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. تناسوا أن الله قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لو أنك موظفا في شركة من الشركات، أو مؤسسة من المؤسسات ودوامها يبدأ في السابعة صباحا، فإذا بك في اليوم الأول تأتي بعد 20 دقيقة من مرور الوقت، ويستقبلك الرئيس سيغض الطرف عنك، فإن جئته في اليوم الثاني سيخاطبك ويقول لك إن نظام المؤسسة ودوامها يبدأ في الساعة السابعة لا في 7:30. ثم إذا تكرر منك التأخر ستعطى انذارا شفهيا او انذارا خطيا، فاذا تكرر منك التخلف والتاخر فلا مكان لك، فلا مكان لك في تلك المؤسسه. هذه مؤسسه وشركه من الشركات، فكيف بالذين يتاخرون عن طاعه رب الارض والسماوات مرات ومرات؟ قال صلى الله عليه وسلم ولا زال اقوام يتاخرون حتى يؤخرهم الله، لا زال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فقسم لا يركع ولا يسجد، وقسم يقدم ويؤخر ويتهاول ويتكاسل، وهم كثير. لا ينطلقون إلى المساجد إلا إذا سمعوا الإقامة أو انطلقت الصلاة بعد ركعة أو ركعتين. تناسوا أن الله قال السابقون السابقون أولئك المقربون. قسم ثالث وهم قلة قليلة، وأنا أعني ما أقول قلة قليلة مقارنة إلى تعداد هذه الأمة، أمة المليار أو ما يزيد. تريد تشهد هذه القلة؟ اشهدها في صلاة الفجر، اشهد صلاة الفجر مع الجماعة. حتى ترى عجب العجاب، ترى أن آلاف مؤلفة بل ملايين تغط في سبات عميق، وقلة قليلة هي التي انتصرت على فرشها وعلى شهواتها وانطلقت تجيب منادي الله.